أحب اليوم إني أكلمكم عن شيء خاص بأسبوع الألم. اتكلمت المرة اللي فاتت عن إنه حتى المسيح كان له مقاومون. الموضوع طويل مش هقدر أكمله. هكلمكم النهاردة إن شاء الله. أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن المسيح في أسبوع الآلام وإنه كان قويا في هذا الأسبوع. بسم الله والابن والروح القدس الإله آمين. يظن البعض إن آلام المسيح أو متاعب المسيح ضد قوته، ولكن في الحقيقة نحن نؤمن بقوة المسيح عموما في كل شيء، ونهتف له في أسبوع الآلام ونقول له لك الملك والقوة، لك الملك والقوة، لك القوة والمجد والملك، ليك القوة والمجد والملك. ثم تأتي قوم يعني ليك القوة نبئه والمجد. ايه قوة المسيح دي؟ ناخدها عموما وبعدين ناخدها بالنسبة للآلام. أول حاجة قوته في الخلق. كل شيء به كان وبدونه لم يكن شيء مما كان. لا يمكن أن تكون قوة أكثر من هذا. باعتباره عقل الله الناطق ونطق الله العقل. العالم به كون والعالم لم يعرفه. كون ان لم يعرفه لا يمنع ان العالم به كون. دي قوة. بعد كده نخش في التجسد. من أكبر ألوان القوة في المسيح قوة إخلاء الذات، قوة التنازل عن القوة. كل إنسان يحب يكون قوي، ولكن القوي الذي لا يستخدم قوته هو أقوى من الآخرين. أتلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. ليس سهلا على أحد أن يخلي ذاته. ده كل واحد بيحب يكبر ذاته ويعظم ذاته ويمجد ذاته، وربما يضيف إلى ذاته ما ليس له من الأمجاد، لكن يخلي ذاته ويأخذ شكل العبد. هذا الذي تسجد له الملائكة ورؤساء الملائكة، يأخذ شكل العبد ويصير في الهيئة كإنسان. عملية مش سهلة، عايزة قوة من جوه، قوة من جوه. خلي أي واحد فيكم يجرب إنه يتخلى عن العظمة التي له، أو عن المجد الذي له، أو عن الرئاسة التي له، أو عن السلطة التي له، ويأخذ شكل العبد. مش سهلة أبدا أبدا أبدا، عايزة قوة داخلية. إحنا لما بنتكلم عن القوة لابد أن نفهم ما هي هذه القوة. الخطأ الذي وقع فيه اليهود إنهم أرادوا قوة شمشونية. سامسونات حاجة بتاعت شمشون، حاجة بتاعت إيه؟ شمشون، يخبط ويضرب ويشيل البوابة ويموت ويعمل. أرادوا قوة قائد جيش روماني
كان مثل قادة جيوش يشيل الأعداء وينبي الناس من الاستعباد ويحكم ويبقى ملك. مباركة مملكة داود أبينا الآتي باسم الرب. المسيح أراد أن يعطيهم مثالا عن القوة الداخلية والملكوت الداخلي، قوة النفس، قوة الروح، قوة الفكر، قوة العمل، قوة المقاومة، دي القوة الحقيقية. فبدأ المسيح يفهم الناس بحياته ما هي القوة. أخلى ذات، يعني مثلا أراد هيرودس أن يقتل جميع الأطفال، سهل جدا المسيح يقول تنزل نار من السماء وتأكل هيرودس، مش هي دي القوة اللي هو عايزها. إخلاء الذات اللي يهرب من هيرودس ويروح لمصر ويسيبه وبرضه هيرودس ما قدرش عليه، هذه هي القوة، قوة الإخلاء، قوة إخلاء الذات. ليس فقط في أنه أخذ شكل العبد، إنما طول فترة تجسده على الأرض كان في إخلاء ذات مستمر. إخلاء الذات الذي ليس فقط يتجسد وإنما يولد في مذود بقر، مين يقدر على ذلك؟ ده أي واحدة عايزة تتجوز إذا ما كانتش الشقة تبقى كذا والعفش يبقى كذا وإلا مانيش داخلة البيت. لكن المسيح هخش البيت وإن لم يكن لي موضع في البيت هقعد في مذود بقر وأقعد وسط الحيوانات وأبقى مبسوط. إخلاء الذات في كل شيء. الشيطان كان فاكر ان لو تم التجسد، تجسد اللوغوس الكلمة، يبقى ينزل بقى في مركبة من الشاروبيم وسط الملائكة وتهاليل وهيصة والناس يشوفوا ويبقى مجد عظيم، لا أبدا. ولد المسيح في يوم مجهول لم يعرفه أحد. فيما بعد بشر الرعاه به بعد ما ولد لكم، وراحوا شافوه وقال مجوس، لكن مين كان عارف؟ ده ولد في يوم مجهول حتى لحد دلوقتي. ناس يعيدوا الميلاد 25 ديسمبر، ناس يعيدوا 7 يناير، في 6 يناير، في اول يناير. ما زال اليوم لحد كده. وعاش المسيح في إخلاء ليس له أين يسند رأسه. القوة إن الواحد يقبل هذا الأمر، لكن لو كانت النفس ضعيفة من جوه ما تقبلش الأوضاع. زي أي إنسان بيتذمر بيتذكر بيتعب بيشكو بيملأ الدنيا صراخا وأنينا، ليه؟ لأن ما عندوش القوة الداخلية اللي ممكن تقبل هذا الإخلاء. ده لو حصل واحد في وظيفة ونقلوه لوظيفة تاني أقل إكراما أو أقل عظم أو شعر فيها إن كرامته، يملى الدنيا شكاوى. قوة إخلاء الذات، قوة إخلاء الذات درس لينا، هل نستطيع ولا لا؟ مثلا في الكهنوت، الكاهن له السلطان ان يحل ويرمد ويحل، لكن اللي يستطيع انه ما يحرمش ويحتمل التعب الشخصي تبقى قوة اكتر من اي كاهن واحد يعمل له حاجه يروح البعيد مقروم لحل ولا اجازه، دي تبقى فيها تعب من جوه. احنا عايزين القوه التي يمكن ان يكون لها سلطان ولا تستخدم السلطان
ويكون للشخص قوة ولا يستخدم القوة، دي نوع من قوة الإحياء اللي قلنا عليه. وهكذا خده في مسألة التجرد باستمرار اللي وقع فيه المسيح. يعني السيد المسيح في قوة الإخلاء مثلا يد الشيطان يجربه، طب ما صار خالص يقول له انسى يا شيطان، انسى الشيطان، لكن ده ما قالوش كده غير بعد ما التاني اتنمر واتنمرت. يعني جابوا يجربوا ما فيش مانع، جربوا في الخبز ما فيش مانع، جربوا في الملك ما فيش مانع، اخذوا على جبل عالي ما فيش مانع، لكن نقول له لك اعطي هذه كلها ان سجدت لي، لا انت زودتها شويه. شخط فيه قلبه مشي، شخط فيه يعني عشان مدرك ان القوه موجوده، بس هو ما كانش بيستخدمها في الاول في حاله الاخلاء. القوة التي يستطيع بها وهو بلا خطية أن يتقدم إلى معمودية التوبة وهو ليس في حاجة إلى توبة، لدرجة يوحنا استغرب قال له ده أنا يا رب المحتاج إني أعتمد منك أنت تيجي، مش معقول، ده أنا لست مستحقا أن أحب سوى الحذاء. لكن هنا القوة الداخلية اللي يستطيع يتقدم بها إلى معمودية التوبة كأنه محتاج إليها وهو غير محتاج، لكن ينبغي أن نكمل كل باب. قلنا في الأول قوة الخلق في الأول، ثانيا قوة إيه؟ إخلاء الذات. بعدين نقول قوة الاحتمال، قوة الايه؟ الاحتمال. عايش وسط ناس قالوا عليه انه به شيطان، به شيطان، قالوا له أليس حسنا قلنا انك سامري وبك شيطان، قالوا له الآن علمنا ان بك شيطان، قالوا عليه ببعلزبول يخرج الشياطين، قالوا عليه أكول وشريب خمر، قالوا عليه إنه بيعاشر العشارين والقطاع ويخش بيوتهم، قالوا عليه إنه يتكلم بتجاديف، قالوا عليه إنه هو إنسان خاطئ. في معجزة شفاء المولود أعمى قالوا له ده إنسان خاطئ. في شفاء مريض بيتحزن بقاله 38 سنة قالوا الرجل ده راجل خاطئ. قالوا عليه ان هو ناقض للناموس، وقالوا عليه ان هو كاسر للسبت، وقالوا عليه انه ضد قيصر، قالوا زي ما قالوا. عمل لهم ايه؟ الحكم. سبوا. قوة الاحتمال العجيبة اللي كانت عند ربنا يسوع المسيح. مرة المسألة دي تعرض لها قصاد التلاميذ، وكيف كان الموقف؟ راح لقرية من السامريين وكان وجهه متجه نحو أورشليم، فالقرية دي رفضت إنها تفتح أبوابها ليه. فالتلاميذ اتحمسوا، إيه الإهانة دي؟ أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ يا ولادي عندي القوة ولكن لا أستخدمها، ممكن أنزل نار من السماء وأحرق المدينة لكن مش هعمل كده. ليه؟ ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص الناس. واحتمل هذا الأمر قوة عجيبة في الرب، قوة الاحتمال. أي إنسان يقدر يعتدي على غيره، لكن مش أي إنسان يقدر يحتمل الاعتداء. أي إنسان يقدر يلعن غيره، لكن مش كل إنسان يقدر يبارك لعينيه.
اي انسان يقدر يطرد غيره، لكن مش اي انسان يقدر يحتمل دية. الاعتداء سهل، لكن احتمال الاعتداء هو القوة. عشان كده قال الرسول: اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء. يعني اللي بيخطي هو اللي ضعيف، اللي يهين غيره هو اللي ضعيف، لكن اللي يحتمل الإهانة هو القوي. أطلب إليكم أيها الأخوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء. عشان كده المسيح وهو القوة الكلية استطاع أن يحتمل ضعف الضعفاء، يحتمل أي ضعف، بس الشتائم والإهانات ده احتمل الجلد، احتمل اللط. بيقول له: لم ترد وجهك عن خزي البصاق. احتمل البصاق، احتمل الجلد، احتمل كل الآلام الممكنة، بل أكثر من هذا، احتمل خيانة تلميذ من تلاميذه. بص له كده وقال له: يا صاحب، لماذا جئت؟ أبا قبلة تسلم ابن الإنسان؟ وسلم. قوة الاحتمال العجيبة اللي موجودة عند ربنا. الناس فاكرين القوة عن البطش، أو القوة عن العنف، أو القوة عن الضرب، أو إنزال نار من السماء. دي سهلة، دي سهلة، المسيح كان يقدر يعملها، لكن ما عملهاش. ليه؟ لأنه قوي من جوه. أي إنسان ممكن يهينك ويشتمك، الإهانة سهلة، كل واحد يقدر يشتم، لكن إذا استطعت أن تحتمل فأنت القوي، واللي بيشتم يبقى هو ضعيف. احتمل ايضا ان يقف في موقف الاتهام امام مجمع السنهدرين. طب ده كل دول خليط. احتمل ان يقف امام قيافة وحنان كمتهم. احتمل ان يقف امام بيلاطس كمتهم ولم يجب بكلمه، شتم ام شتم اما هو فلم يشتم هو، كشاة تساق الى الذبح، كنعجة صامتة امام غزيل. هنا القوة، الانتقام للنفس ليس هو القوة. نحن لما نقول لك القوة نقصد أيضا لك قوة الاحتمال. ما كانش قادر ربنا إن اللي بيجلدوه دول ينزل نار من السماء كله، كان قادر، لكن ما عملش. الشيطان لأنه يحب القوة المظهرية دي كان بيدي الناس الفكرة دي اللي يقولوها: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. هو يستطيع أن ينزل من على الصليب، لكن لو نزل من على الصليب نموت نحن، ولا تكون هناك فدية ولا كفارة ولا خلاص. فقبل تحدي الأشرار وسكت. تحدي مين؟ مش تحدي رؤساء الكهنة والكهنة والحاجات دي، ده تحدي حتى النص الشمال اللي مسلوب جنبه. طب ليه لما يخلص نفسه وخلصنا معاه يبقى ابتدى يستهزئ بيه حتى النص اللي جنبه؟ طب يا اخي ما انت عارف اللي مين قال له؟ قال له: اما نحن فبعقل جوزينا. انت عارف ايه حكايه؟ بلاش نخش في الكلام ده. حتى اللص الشرير اللي مصروف بيستهزئ بيه هو الاخر. حاجه عجيبه قوي.
اللي استهزأوا بيه الناس الكبار بيقول معلش، لكن حتى اللص الشباب قال لهم معلش هذه ساعتكم وسلطان الظلام. قوة الاحتمال العجيبة اللي كانت موجودة. المسيح أيضا في فترة تجسده كانت له قوة الكلمة، قوة التعليم، مش بس في العظة على الجبل إنهم جبتوا من تعليمه، ولا قالوا هذا الإنسان يتكلم بالسلطان وليس كالكتبة، إنما في كل مرة كان هذا التعليم موجود عنده. مش بس قوة الكلمة في التعليم، إنما قوة الكلمة في المعجزة. قوة الكلمة إيه؟ في المعجزة. أمام ابن أرملة نايين، أيها الشاب لك أقول قم، فقام. لعازر بعد موته 4 أيام قال له لعازر هلم خارجك. دي الجبروت اللي في الكلمة دي. فخرج من القبر وهو ملفوف. الراجل اللي مريض بقاله 38 سنة قال له احمل سريرك وامشي. عمل سريره ومشي. الراجل اللي ايده يابسة قال له مد يدك. مدها رجعت سليمة. قوة المعجزة وقوة الكلمة. يعني ايه قوة المعجزة وقوة الكلمة؟ ايد يابسة. ايد ايه؟ يابسة. يعني لا شرايين ولا أوردة ولا أنسجة حية ولا أعصاب ولا حاجة. فلما قال له امدد يدك في بالكلمة دي، الكلمة دي كانت أمرا للشرايين، وكانت أمرا للأوردة، وكانت أمرا للأنسجة، وكانت أمرا للأعصاب، وكانت أمرا للحياة أن تدب في الرجل. فمد إيده فرجعت سليمة. هنا بقى قوة الكلمة، قوة المعجزة اللي موجودة عند إيه؟ عند ربنا. نيجي لمسألة الصلاة، لأن معجزات ربنا دي كتيرة خالص. يوحنا قال لو كتبت واحدة فواحدة لأظن العالم يسع الكتب المكتوبة. كتير. كان يضع يديه على كل واحد في يشفيه. عمل أعمال لم يعملها أحد من قبل بقوة. لكن نيجي لمسألة الصبر. لمسألة الصبر. أول قوة التقدم إلى الموت بشجاعة وبسالة. ده في ناس ساعات ياخدوهم من للإعدام بالطمنهار خلاص بقى. سابت كل أعصابه وجايز يشدوه شد. إما يعلم أين سيقبض عليه، وذهب بنفسه إلى المكان. ولقاهم جايين فتقدم نحوهم. وهو عالم بكل ما يأتي عليه. قال لهم عايزين مين؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. فوقعوا على الأرض. لو كان عايزين شيء يمشي ما كانش يجي للمكان خالص. لكن تقدم بإرادته. وبعد ما وقعوا وقاموا تاني. قال لهم عايزين مين؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. لذلك صدق عندما قال لي نفس أنا أعطيها من ذاتي، لا يستطيع أحد أن يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. القوة التي يضع بها نفسه.
التي يسلم بها نفسه إلى أيدي الأشرار، التي يتقدم بها إلى الموت من تلقاء ذاته. هنا قوة كبيرة من الداخل تقدم بها إلى الموت، بل إنه أثناء القبض عليه لما بطرس سحب سيفه وقطع ودن العبد قال له رد سيفك لغمده، ده مش اسلوب، وخد ودن العبد وركبها ورجعت سليم. عايزين قوة أكتر من كده؟ القوة اللي تستطيع تاخد الودان وتركبها، يبقى معناها هو كان قويا في أثناء القبض عليه، كان قويا أثناء محاكمته لدرجة بيلاطس خاف وقال لهم لست أجد علة في هذا البار، لست أجد علة في هذا الإنسان، كذا مرة، وكان خايف منه. قال له هل أنت ملك اليهود؟ قال له أنت تقول. خاف. قال بيلاطس، قال له بيلاطس بيقول له أنت ما تعرفش إن أنا أقدر أحكم عليك وأقدر موتك وأقدر أطلقك؟ قال له ليس لك علي سلطان إن لم تكن قد أعطيت من فوق. بيتكلم قوة. بعد ما قال له الكلام ده الراجل راح تاني وقال لهم عايز يطلقوا. بيتكلم السلطان. أثناء محاكمته أمام هيرودس، أمام مجلس السنهدرين، قالوا له قول لنا انت المسيح؟ قال لهم من اول دلوقتي هتشوفوا ابن الانسان اتي على السحاب والملائكة. قالوا خلاص جد، يعني بيكلمهم بقوة. كان قويا في القبض عليه، وكان قويا في محاكمته، وكان قويا ايضا في الصلب. أنا ساعات أستغرب لما ألاقي صور ناس بيجيبوها لي علشان أمضي عليها للصليب ويصوروا المسيح خالص، ضايع خالص، ملامح تعبانة على الآخر ومنهارة على الآخر، والحزن والكآبة والضياع. إيه الكلام ده اللي بتقوله ده؟ كما لو كان المسيح منهارا على الصليب. ما بحبش الصور دي، وساعات الناس بيستغربوا ليه ما امضيش على صوره زي دي. انا لا احب ابدا صوره المسيح وهو منهار على الصليب. كان قويا على الصليب. كان قويا في ايه؟ كان قويا في الحب والبذل. وهو نفسه قال لهم كده، قال لهم لا يوجد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه عن احبائه. قوة الحب الذي يموت من أجل الآخرين، قوة الحب الذي يبذل نفسه لكي ينقذ الآخرين من الموت. قال لهم ما تخافوش، أنتم مش هتموتوا، أنا هموت عنكم. هذا الحب اللازم. ما ساعات حب بعض الناس يختبر ويلاقي نفسه ضايع. بطرس الرسول نفسه لو أدى الأمر إني أموت معاك، أنا مستعد أتسجن معاك، أتقتل معاك، لو أنكرك الجميع لا أنكرك. طب وريني شطرت أمام التجربة. قال لهم لست أعرف الرب. الحب القوي الذي يموت عن الآخرين ويبذل ذاته عن الآخرين، هذه القوة بتاعت الحب، قوة البذل، قوة العطاء، أن يموت الإنسان عن غيره. وإيه تاني؟ وقوة المغفرة، إن وهو على الصليب يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. مين يقدر على دي؟ مين يقدر يغفر لصالبيه إلا لو كان عنده قوة من جوه، قوة المغفرة.
ده ساعات واحد يسيء إليك تقعد الإساءة في مخك طول العمر، وكل ما تيجي الحكاية للمغفرة مش هو ده اللي قال، مش هو ده اللي عمل. المسيح كانت له قوة الحب والبذل وقوة المغفرة، والمغفرة لصالبيه، مش بس غفر لصالبيه، تقدم لهم عذرا انهم لا يدرون ماذا يفعلون. قوة الشخص الذي وهو في ألمه يفكر في الناس ولا يفكر في نفسه. المسيح على الصليب كان بيفكر في مين؟ فكر في صليبيه كيف يغفر له، فكر في اللص اللي جنبه ازاي يديه الملكوت، فكر في مريم امه ازاي يهتم بحياتها بعد صلبه ويقدمها الى تلميذه المحبوب لكي يرعاها في بيته، فكر في تلميذه المحبوب ازاي يديله بركة مريم. بيفكر في غيره، كان بيفكر في العالم كله، بيفكر في خطية الناس دي كلها كيف يغفر لهم. مين فينا ساعة ألمه أو ساعة مرضه أو ساعة تعبه يكون بيفكر في غيره مش بيفكر في نفسه؟ وفكركم إنكار الذات كان بس ساعة الإقلاع، برضو ساعة الصليب أيضا. وبعدين احتمل الألم كله واحتمل العار كله وكان قويا حتى ساعة موته، لأن الكتاب بيقول صرخ بصوت عظيم وأسلم روحه. مين اللي عنده قوة صوته بعد الجلد، بعد ما اتصفى دمه، بعد ما اتصفت حتى المية اللي في جسده من العرق والتعب، بعد كل الآلام اللي بيقول بيها ثقب يدي وقدمي وأحصل كل عظامي، مين اللي عنده قوة يصرخ بصوت عظيم؟ إلا أن القوة كانت فيه حتى في ساعة الموت. هذه قوة الرب. وبرضو ساعة الموت بعد ما أسلم الروح في يدي الآب، القوة ما تزال موجودة معاه. قوة إيه؟ قوة الروح التي تنزل إلى الجحيم وتأخذ الراقدين على الرجاء وتصعد بيهم إلى الفردوس. قوة الذي يفتح باب الفردوس بعد أن أغلق من أيام آدم ويدخل فيه الراقدين على الرجاء، الآباء القدامى واللص اليمين. القوة العجيبة دي التي ظهرت أثناء موته، وبعدين له القوة في قيامته. إزاي القوة في قيامته؟ قام وخرج من القبر وهو مغلق، خرج من القبر وهو مغلق كما خرج من بطن العذراء وبتوليته مختومة. قوة القيامة اللي من خوفه اضطرب الحراس وصاروا كأموات، القوة اللي كسرت كل أختام القبر وكل الحراسات وهزأت بالصالبين وبالحارسين للقبر وبالخاتمين عليه، القوة التي دخلت إلى التلاميذ في العلية والأبواب مغلقة. قوة الشخص الذي كان بعد قيامته يظهر متى يشاء ويختفي متى يشاء. قوة المغفرة للتلاميذ، غفر لبطرس، ومش بس غفر لبطرس، قال له ارعى غنمي ارعى خرافة. مين فينا لو شخص انكره وسبه ولعنه قد اعرف الرجل يجي بعد كده يقول له ارعى غنمي ارعى خرافة؟ قوة الحب الذي يعطي ولا يحاسب الآخرين على ضعفاتهم.
قوة المغفرة لتوما الشكاك. كل التلاميذ أمنوا وقالوا الرب ظهر لينا، قال لهم مش ممكن أبدا لو ما كنتش أحط إصبعي بطرح الجروح. كان يقدر ربنا يقول له عمه محط ويتفضل، يعني ما بقاش إلا ده اللي قاعد يشك فيه. مش كفاية إن أنا اخترت واحد زيه يبقى تلميذ؟ قال له ما تزعلش يا توم، أنا أظهر، هات صوابعك كده حطها مطرح الجروح، حطها في جنبي. انبسطت يا حبيبي؟ آمنت؟ كويس إنك أنت آمنت، أحسن ما تبقى غير مؤمن يعني. لكن طوبى لمن آمن دون أن يرى، لكن أنا برضو أتنازل إلى ضعفك. في ناس يتعبوا من ضعفات الآخرين ولا يحتملون ضعفات الآخرين، لكن المسيح احتمل ضعف توبة وشكه وضعف التلاميذ كله. ضعف التلاميذ كله، لأن مريم المجدلية لما ظهر لها المسيح وجاءت بشرت التلاميذ لم يصدقوه، زي ما ورد في مرقس 16 آية 9 و10، وظهر للتلميذي عمواس وجم أخبروا التلاميذ فلم يصدقوا ولا هزين، برضه في مرقس 16. والنسوة أمنوا بالقيامة وبشارة الملاك فذهبوا وقالوا للرسل فلم يصدقوهن وتراءى كلامهن لهم كالوسواس. كان يقدر السيد المسيح يقول لهم يا خسارة التعب فيكم، ولا قال الكلام ده، ولا قال الكلام. ظهر لهم واحتضن ضعفتهم وغفر لهم وقواهم، وقعد 40 يوم يحدثهم عن أمور الملكوت، وعهد إليهم بالبشارة والكرازة والعماد والتعليم بكل قوة احتمال وبكل قوة في المغفرة. مين اللي عنده قوة الاحتمال وقوة المغفرة؟ مش بس يغفر، يغفر وينسى، ده يغفر ويعطي نعما جديدة ومواهب جديدة ويستمر بيهم في التنازل. حاجة مش سهلة أبدا. مش بس كده، وبعدين قوة المسيح في الصعود ازاي كده يصعد لفوق وشايفينه طالع لفوق؟ ايه قوة اهدي؟ القوة التي تتصاغر امامها قوة الجاذبية الارضية، او قل قوة القيامة في هذا الجسد الممجد اللي أصبحت طبيعته فوق مستوى طبيعة الجاذبية الأرضية. قوة الصعود وقوة القيامة، القوة التي جلس بها عن يمين الآب، عن يمين العظمة في الأعالي. التلاميذ ما أمنوش من إليه، أظهر لهم قوته بكل نوع وكل لون. القوة التي وهو كان بها على الصليب، الشمس اظلمت لم تعطي ضوءها، وحجاب الهيكل انشق، والأرض تزلزلت، والقبور تفتحت. ايه القوة دي؟ قوة المصلوب، مش بس قوة القائم من الأموات ولا الصاعد إلى السماوات. هذه هي القوة التي عاش بها المسيح، سواء في أقنومه وخلقه
أو في إخلائه لذاته، أو في احتماله، أو في معجزاته، أو في تعليمه، وإنما قوة أيضا في صلبه وفي قيامته وفي صعوده. وماذا أيضا؟ قوة في رعايته للناس، رعايته للكنيسة، قوة الراعي الصالح الذي يبذل نفسه على الفراق، وأيضا الذي يرعى الزاد. قال لهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قال: أنا لا أترككم يتامى، أنا أرسل لكم الروح القدوس ليبقى معكم إلى الأبد ويكون فيكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. مين الذي له القوة أن يرسل روح الله؟ هو إرسال روح الله دي سهل. أنا سأرسله إليكم. قوة الرعاية التي يرعى بها الكنيسة إلى يومنا هذا، ويقول: على هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. القوة التي ظهر بها ليوحنا الحبيب في جزيرة بطمس، بيقول: وجهه كلهيب نار، عيناه زي أتون متقد، وجهه يضيء كالشمس في قوتها. هذا القوة، وجهه يضيء كالشمس ايه؟ في قوتها، وعينيه زي أتون نار، لدرجة ان من هذه القوة يوحنا وقع عند قدميه كمان، قال له: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. القوة التي كانت له في مواعيده، اللي أعطاها للكنائس السبع، اللي أعطاها لمن يخلق، من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب أعطيه أن يأكل من المن السماوي، من يغلب أعطيه أن يكون عمودا في هيكل الله، من يغلب أعطيه أن يلبس ثيابا بيضا. إيه العهود العجيبة دي، القوة دي؟ أنا أعطيه، مش أصلي من أجله لكي يعطى، أنا أعطيه كذا وكذا وكذا. هذا هو المسيح القوي. عشان كده لما احنا نقول إلهنا قوي، فاهمين؟ نقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا، الذي صلب عنا ارحمنا، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا، قدوس القوي. لطيف جدا أن كل واحد يؤمن أنه في رعاية إله قوي، وأنه حتى على الصليب كان قويا، وفي موته وفي قيامته كان قويا. له المجد من الآن وإلى أبد الآبدين.